سيارة ميتسوبيشي L200 2020 الجديدة كلياً تكشف عن نفسها بعد طول تشويق وانتظار. بعد طول تشويق وانتظار تم الكشف رسمياً عن سيارة بيك أب ميتسوبيشي L200 2019 الجديدة كلياً، الذي يحمل أيضاً اسم ميتسوبيشي ترايتون 2020 في بعض الأسواق العالمية على شبكة الإنترنت. حصل سيارة بيك أب ميتسوبيشي L200 2019 على تصميم خارجي محدث يجمع بين العصرية مع الهوية الهجومية الشرسة، ومظهر يتناسب مع المهمات الصعبة التي تضمن اقتحام الطرق الوعرة، مع واجهة أمامية جديدة، غطاء محرك جديد مرتفع، وصادم أمامي عريض بتصميم جديد، ومصابيح جديدة بتصميم عصري حاد تحيط بالشبك المجدد، وتضمنت الواجهة العديد من لمسات الكروم. أكدت ميتسوبيشي أنها عملت على تحسين أنظمة الدفع الرباعي المستدامة في بيك أب ميتسوبيشي L200 لتوفر قدرات أفضل على الطرق الوعرة وأثاء صعود التلال ونزول المناطق الوعرة الحادة. حصلت السيارة من الجانبين على أقواس عجلات منتفخة وعلى خطوط حادة، ومن الخلف نلاحظ مصابيح مميزة بتصميم عصري وصادم عريض. داخلية ميتسوبيشي L200 حصلت على مواد أكثر جودة، وتم إضافة تطريزات على الكونسول الوسطي، كما يتوفر في المركبة العديد من تقنيات السلامة والأمان والمساعدة في القيادة. ويتضح تشابه مقدمة L200 مع هيونداي سانتافي، حيث تمتلك مصابيحاً أمامية نحيلة للغاية مقارنة بطراز L200 الحالي، مع مجموعة مصابيح أخرى أسفلها تحيط بالشبك الأمامي، وهو ما يبدو جذاباً أكثر. أما عن المصابيح الخلفية فرغم أنه من الصعب تحديد شكلها، إلا أنه من الواضح زيادة ارتفاعها والحيز الذي تشغله من خلفية البيك أب، كما نرى شاشة عدادات قياسات مختلفة وجير محدث. التصميم الخارجي للسيارة: تتميز سيارة ميتسوبيشي بتصميمها الخارجي الأنيق، والذي أصبح أكثر حدة بالمقارنة بالأجيال السابقة من السيارة. وجاء ذلك التغيير بناء على رغبة عملاء ميتسوبيشي، الذين يفضلون هذا النوع من السيارات من نوع الشاحنات الصغيرة ذو طابع أكثر صلابة وقوة. وتم تغيير تصميم المصابيح الأمامية للسيارة، وأضيفت مصابيح LED على الحواف العليا للسيارة، كما تم تغيير الأضواء الخلفية للسيارة. فيما يتعلق بتصميم السيارة من الداخل فلم يشهد تعديلات كبيرة، حيث اقتصرت التعديلات في السيارة على تصميم اللوحة المركزية الأمامية للسيارة، بالإضافة إلى لوحة العدادات وناقل الحركة وحوامل الهواتف الذكية، وأضيف مساند مقاعد للسيارة لتكون أكثر راحة. إليكم أحدث أنظمة الأمان والمساعدة التي أضافتها ميتسوبيشي على إصدار L200 2020 الجديدة. تشمل التحديثات مجموعة جديدة ومتطورة من أنظمة مساعدة السائق، ومجموعة من وسائل الراحة والأمان. وتشمل شاشة عرض متعددة الاستخدامات تتصل بأربعة كاميرات مراقبة، وهي توفر للسائق رؤية شاملة لمحيط السيارة عند الركن، ويمكن تفعيل هذه الخاصية بالضغط على زر موجود في لوحة القيادة. كما تم تزويد السيارة بنظام خاص لتوجيه السيارة وقيادتها بكفاءة أكبر خلال الازدحام. وتم أيضا إضافة نقطتي شحن من نوع USB. لا تتوفر لدينا أي معلومات في الوقت الراهن حول خيارات المحركات التي ستتوفر في بيك أب ميتسوبيشي L200 2019، ولكننا علمنا أن مركبة البيك أب اليابانية تخلت عن جير أوتوماتيكي من 5 سرعات ليأتي بدلا منه جير أوتوماتيكي من 6 سرعات، مما سيحسن من تسارع المركبة. وإن كان يتوقع أن لا يكون هناك تغيير يذكر بالمقارنة بالجيل السابق من السيارة، وهو مزود بمحرك قوي متوفر بإصدارين، أحدهما بقوة 150 حصان و 380 نيوتن متر من عزم دوران، والآخر بقوة 178 حصان و 430 نيوتن متر من عزم الدوران. ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة ميتسوبيشي L200 في الأسواق العالمية
في وقت متأخر من العام الحالي بسعر يبدأ من 31,810 جنيه استرليني.